أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من كتاب تنقيه الأزهرية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، نتناول اليوم إن شاء الله علامات الاسم والفعل والحرف. عرفنا في المحاضرة السابقة أن الكلام هو ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء: أولها اللفظ، وثانيها الإفادة، وثالثها القصد. وعرفنا أن الإفادة تستلزم التركيب، لا يمكن أن يفيد الكلام أو لا يمكن أن يكون اللفظ كلاما مفيدا إلا وهو مركب، وكل مركب لابد أن يكون له أجزاء تركب منها. الأجزاء التي يتركب منها الكلام ثلاثة أشياء: أسماء وأفعال وحروف التي يطلق عليها الكلمات. وعرفنا أن الكلمة هي القول المفرد، اللفظ الذي وضع لمعنى مفرد. ثم عرفنا صور تركيب الكلام من الكلمات. طيب، الكلمات التي عرفناها جملة في المرة السابقة نتعرف عليها اليوم على وجه التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بواحد من أربعة أشياء. الاسم كلمة، كما أن الفعل كلمة والحرف أيضا كذلك. حقيقة الاسم أن يدل على معنى بنفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الاسم هو ما يدل على المعنى بنفسه، أي لا يحتاج إلى غيره في الدلالة على مسماه، ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أي معناه ليس مركبا من الزمن ومن شيء آخر. يمكن للطالب أن يميز الاسم عن غيره من خلال التعريف، بالنظر إلى التعريف. كل لفظ يدل على معناه بنفسه ولا تتوقف دلالته على معناه بتعلقه أو بارتباطه بكلمة أخرى، ولم يقترن بزمن من الأزمنة فهو اسم. يعني كل ما صدق عليه هذا التعريف يحكم عليه بالاسمية. التعريف يكفي، ولكن التعريف يصعب إدراكه جيدا للطالب المبتدئ، يصعب عليه أن يعتمد عليه اعتمادا كليا في معرفة المعرف. ولذلك النحاة كثيرا ما يضيفون إلى التعاريف علامات، والغاية منهما شيء واحد. الغاية من التعريف ومن العلامة شيء واحد، كل منهما يدل على ذات الشيء، يكشف عن ذات الشيء. التعريف يعتمد عليه في معرفة المسمى، في معرفة المعرف وتمييزه عن غيره، وكذلك العلامة. إلا أن العلامة من قبيل التعريف بالرسم،
التعريف يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا مطردا منعكسا، يعني جامعا الجامعية بمعنى أن يجمع كل أفراد المعرف بحيث لا يخرج منه شيء ولو واحدا. وكونه مانعا المانعية أن يمنع دخول شيء آخر في أفراد المعرف. والاضطراد أن يكون مضطردا، أي أن يوجد المعرف أينما وجد مفهوم التعريف لا انفكاك بينهما. والانعكاس أن يكون منعكسا، أي أن يفتقد المعرف كلما افتقد شيء من مفهوم التعريف. أما العلامة فلا يشترط فيها كل هذه الأشياء، يشترط فيها الاضطراد فقط، أن تكون مضطردة، أي هذه العلامة أينما وجدت وجد صاحب العلامة ولا يمكن أن تكون مع غيره، ولا يشترط أن تكون منعكسة، بمعنى إذا ابتقدت العلامة ابتقد صاحب العلامة، لا، قد يتجرد الشيء عن علامته. فمن علامات الإنسان أن يكون كاتبا، أن يكون كاتبا. فإذا وجد إنسان أمي لا يعرف كيف يكتب افتقدت العلامة فيه، هل عدم وجود هذه العلامة التي هي الكتابة تخرجه من الإنسانية؟ لا، هو لا يزال إنسانا وإن كان فيه شيء من النقص. طيب، الألامة التعريف يشترط فيه الاضطراد والانعكاس، والعلامة يشترط فيها الاضطراد فقط، أي أن يوجد صاحب العلامة كلما وجدت العلامة، ألا تكون العلامة في غيره يتميز الاسم عن الفعل والحرف بواحد من أربعة أشياء. أولها إذا عاد الضمير على المعدود على العدد، فالعدد نوعان قليل وكثير، العدد القليل من ثلاثة إلى عشرة، والعدد الكثير من عشرة إلى ما لا نهاية. فإذا عاد الضمير على العدد القليل، إذا عاد الضمير على العدد القليل، فالأفصح أن يكون ضمير جمع المؤنث، ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بواحد من أربعة أشياء. أولها، هذا الضمير يعود على أربعة أشياء وهو عدد قليل، فالأفصح أن يقول أولهن، ويجوز أن يؤتى بضمير المؤنثة المفردة، ولكن الأفصح ضمير الجمع كما في القرآن الكريم. وأما في العكس، يعني إذا عاد الضمير على العدد الكثير من عشرة إلى ما لا نهاية، فالأفصح أن يكون ضمير المفردة المؤنثة. ربنا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها، ها، هذا الضمير يعود على 12 وهو عدد كثير لأنه يبدأ بعشرة، منها جاء بضمير المفردة المعنسة لأن الضمير يعود على العدد الكثير، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيهن، هن، هذا الضمير يعود على أربعة وهو عدد قليل، فلذلك جاء بضمير جمع المؤنس، هذا هو الأفصح ويجوز العكس. ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بواحد من أربعة أشياء، أولها
الشيء الأول أو العلامة الأولى الخفض. الخفض والخفض مرادف للجر. الخفض والجر اسمان لمسمى واحد، وما حقيقتهما؟ قال المؤلف: وهو الكسرة التي تحدث عند عامل الخفض. الخفض أو الجر هو الكسرة، يعني لا ضم ولا فتحة ولا سكون، هو الكسرة التي تحدث، أي التي تأتي عند دخول عامل الخفض، أي عند دخول عامل الجر. وعامل الجر إما حرف وإما اسم. الحرف حروف الجر التي ستأتي 20 حرفا: على الله، إلى الله، من البيت إلى المدرسة، حروف الجر. إذا دخلت على الاسم جعلته مخفوضا، جعلته مجرورا. والأصل من علامات الجر الكسرة، الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض. يعني عندما أقول اطلعت على الكتاب بي، هذه الكسرة التي على الباء هي الخفض، هي الجر. وجودها علامة على اسم، وجودها علامة على اسمية الكلمة. وعليه أن يضيف إلى الكسرة أو ما ينوب عنها، أي الخفض هو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض أو ما ينوب عنها. ما ينوب عن الكسرة: الفتحة الممنوع من الصرف، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. من حرف جر، محاريب اسم مجرور بمن، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. هذه الفتحة هي الخفض والجر. أولياء: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بوالديه، الباء حرف جر، والدي اسم مجرور بالباء، وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. هذه الياء جر وخفض. وحرم ذلك على المؤمنين. على حرف جر، المؤمنين اسم مجرور بعلى، وعلامة الجر الياء، هذه الياء جر وخفض. إذن الخفض عبارة عن الكسرة أو الفتحة أو الياء التي جاءت بسبب دخول عامل الجر، مسبب الجر، أي الذي يجر الاسم بسبب وجوده، يجر الاسم بسبب وجوده. وعامل الخفض نوعان على التحقيق: حرف واسم. لذلك قال: سواء كان الخافض حرفا أو اسما. سواء كان الخافض، أي عامل الخفض، حرفا أو اسما. والمراد بالاسم المضاف، الاسم الأول من التركيب الإضافي، ولا ثالث لهما على الأصح، أي الجر في العربية يكون بسبب أحد الأمرين، إما حرف الجر وإما المضاف، ولا ثالث لهما على الأصح. هذه العبارة وأخواتها في كلام العلماء تنم عن الخلاف في المسألة، تكشف عن الخلاف في المسألة. عندما يذكر العالم شيئا فيقول على الأصح، هذا ينبهك على أن فيه خلافة، هناك قول مخالف للأصح، أو يقول على الصحيح،
أو على الراجح هناك قول مقابل للأصح. ما هو هذا القول؟ أن أوامل الجر في العربية ثلاثة، يضاف إلى هذين التبعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن مجرور بالتبعية، الرحيم مجرور بالتبعية، يعني نعتان مجروران بالتبعية أو بدلان مجروران بالتبعية على ما سيأتي في باب التوابع. رد هذا القول بأدلة قوية بأن وجود شيء اسمه مجرور بالتبعية يوجب أن يوجد شيء اسمه المنصوب بالتبعية، وشيء آخر اسمه المرفوع بالتبعية، يجب أن يكون كذلك. فبما أنه لا يوجد من المرفوعات المرفوع بالتبعية ولا من المنصوبات المنصوب بالتبعية، فلا يجوز أن يوجد شيء اسمه المجرور بالتبعية لعدم وجود الفارق بين هذه الأحوال الثلاثة في باب التوابع. لذلك قال على الأصح نحو بزيد وغلام زيد، هذا على اللف والنشر المرتب. اللف والنشر هو أن يذكر متعدد، شيء متعدد يذكر على سبيل الإجمال أو التفصيل، ثم يؤتى بعده بأشياء بأحكام أو أحوال ثقة بأن السامع يقدر أو بأن القارئ يقدر ويستطيع أن يرد كل شيء إلى صاحبه. أقول زارني زيد وبكر وعمر النحوي والفقيه والمحدث، أو زارني زيد وبكر وعمر النحوي الفقيه المحدث. أولا زارني زيد وبكر وعمر، ذكرت ثلاثة أسماء، ثم جئت بثلاثة أوصاف، نحوي فقيه محدث. معنى هذا أن المذكور الأول هو صاحب الصفة الأولى، أي زيد النحوي، بكر الفقيه، عمرو المحدث. لف ونشر يكون على الترتيب ويكون على التشويش، أي يعتى بصفة الاسم الثاني في الأول ويتأخر صفة الاسم الأول. هذا ما صنعه الشارح هنا أو المؤلف، حرفا أو اسما بزيد يرجع إلى الحرف، وغلام زيد يرجع إلى الاسم. بزيد، زيد مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، هذه الكسرة صورة من صور الخفض. وغلام زيد، زيد مجرور بكلمة غلام، على خلاف هل غلام هو الذي يجر المضاف إليه، يعني هل المضاف هو الذي يجر المضاف إليه أو الجار عامل معنوي اسمه الإضافة، تحقيق المسألة في بابها إن شاء الله. انتهينا من العلامة الأولى. العلامة الثانية، ثانيها، العلامة الثانية التنوين، والتنوين مصدر لفعل نون ينون، نون ينون، نون فعل ماضي ومضارع ينون، ومعناه إدخال النون في اللغة، معناه إدخال النون أو رفع الصوت الجميل، ومعنى إدخال النون أقرب إلى المعنى الاصطلاحي. وتعريف التنوين في الاصطلاح وهو نون ساكنة تلحق الآخرة تثبت وصلا غالبا فيهن،
وتحذف خطا ووقفا غالبا. هذا التعريف والواجب أن يحفظ. التنوين نون، والنون حرف من الحروف الهجائية. هذا الحرف في الكلمات العربية يكون متحركا ويكون ساكنا. التنوين نون ساكنة وليست متحركة، لا تكون متحركة على العصر. تلحق الآخرة، أي تكون في آخر الكلمة، تكون في آخر الاسم، لا تكون في الأول ولا تكون في الوسط، مكانها آخر الاسم. تثبت وصلا، أي عند وصل الكلمة المنونة بما بعدها تثبت. تثبت وصلا غالبا، تثبت وصلا غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأن التنوين قد يحذف في حالة الوصل على لغة إجراء الوصل مجرى الوقف أو مجرى الوقف. ويمكن أن يكون غالبا ليس قيدا للوصل، إنما هو قيد لكلمة الآخر، تلحق الآخر غالبا. وعليه كان يجب أن يقدم كلمة غالب على وصلة. تثبت تلحق الآخرة غالبا. وتثبت وصلا فيهن، لكن تأخرها يدل على أنها قيد تتعلق بالإلحاق، تلحق، وتتعلق أيضا بالغلبة، وتتعلق أيضا بالوصل. نون ساكنة تلحق الآخرة، تثبت وصلا. زارني زيد فأكرمته، التنوين ثابت في الوصل. رأيت زيدا فسلمت عليه. مررت بزيد على الطريق، التنوين ثابت في حالة الوصل. وتهزف خطا، أي لا تكتب، يشار إليها بالحركة الثانية، يعني الكلمة المنونة يكتب عليها إما الضمتان وإما الفتحتان وإما الكسرتان. الضمة الأولى علامة الإعراب، الفتحة الأولى علامة الإعراب، الكسرة الأولى علامة الإعراب، أما الثانية فهي إشارة إلى التنوين. ينوب، تنوب، الحركة الثانية تنوب عن كتابة النون. وتهزف خطا ووقفا غالبا. وقفا يعني عند الوقف لا تثبت. فالاسم إذا كان مرفوعا يوقف على المنون بالسكون، جاء زيد. وإذا كان مجرورا أيضا يوقف عليه بالسكون، مررت بزيد. أما إذا كان منصوبا فالتنوين يقلب علفا، قرأت كتابا، رأيت زيدا. في القرآن وكان الله عليما حكيما، وليس حكيما. ثم قال فمن غير الغالب أن التنوين قد يحرك لالتقاء الساكنين. إذن نون ساكنة غالبا، كلمة غالبا يتعلق بالسكون، ويتعلق بلحوق الآخر، ويتعلق بالثبوت في حالة الوصل، يعني يتنازع فيه ثلاثة أشياء. فمن غير الغالب أن التنوين قد يحرك لالتقاء الساكنين، نحو محظور ننظر،
محظورا ننظر. التقى الساكنان التنوين والنون الأولى من أنظر فيحرك التنوين للتخلص من التقاء الساكنين محظورا ننظر. وقد يلحق الأول هذا يتعلق بالآخر تلحق الآخرة هذا هو الأصل ولكن قد يكون التنوين في أول حرف من الكلمة نحو شربت من شربت من بالقصر أصله شربت ماء أصله شربت ماء والماء أصله موه فقلبت الواو ألفا فصار ماهو لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم قلبت الهاء همزة فصارت ماء ويجوز حذف الألف والهمزة بدلا من ما نقول ننطق بالميم فقط الميم منونة مفتوحة فتكتب ميم وألف الألف بدل من التنوين شربت من بمعنى ماء من مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره وقد يهزف وصلا هذا على خلاف الغالب أيضا إذا كان في علم ما يدل على معين موصوف بابن يعني هو موصوف وصفته كلمة ابن مضاف إلى علم وابن هذا مضاف إلى علم آخر نحو قال زيد بن عمرو أصله قال زيد بالتنوين لكن زيد موصوف ابن صفته وابن مضاف أمر مضاف إليه أمر علم إذن هنا يهزف التنوين فيقال قال زيد بن عمرو بحذف تنوين زيد تخفيفا التنوين على التخفيف قال زيد بن عمرو والتنوين أقسام أربعة هذا التنوين الذي ذكر تعريفه الذي هو علامة من علامات الاسم أي خصيصة من خصائص الاسم له أربعة أقسام وقد أوصله بعض العلماء إلى عشرة ولكن المقصود في هذا الباب أربعة فقط وبقية الستة يطلق عليها التنوين من الناحية اللغوية لا من الناحية الاصطلاحية أما التنوين المصطلح عليه فهو مختص بالأسماء ومتمثل في أربعة أشياء في أربعة أنواع النوع الأول تنوين التمكين ويقال تنوين الأمكانية ويقال تنوين التمكن ويقال تنوين الصرف أربعة أسماء لمسمى واحد أينما وجدت واحدا منها فالمقصود واحد تنوين التمكين تنوين التمكن تنوين الأمكانية تنوين الصرف قال المحققون تسمية هذا النوع من التنوين بتنوين الصرف أو تنوين الأمكانية أقوى وأصح من تسميته بتنوين التمكين وإن كان هذا هو المشهور وكذلك أقوى وأصح من تسميته بتنوين التمكن لماذا؟ له أربعة أسماء الأصح والأدق أن يقال تنوين الصرف أو تنوين الأمكانية بداية الأسماء في اللغة العربية كما سيأتي تنقسم قسمين تقسيما جوهريا الأسماء تنقسم قسمين معرب ومبني المعرب ما يتغير حال آخره على حسب الجمل والتراكيب جاء زيد رأيت زيدا وسلمت على زيد الآخر يتغير
حركة الآخر تتغير على حسب الجملة والتركيب، على حسب الأوامر. النوع الثاني المبني يلزم حالة واحدة في جميع التراكيب، في جميع الأحوال، لا ترى آخره إلا على حالة واحدة، مثل هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، بالكسر في جميع الأحوال. هذا مبني. طيب، المعرب هذا يطلق عليه أيضا المتمكن، يعني المعرب والمتمكن، المعرب من الأسماء والمتمكن بمعنى واحد، لكن المعرب أعم من المتمكن، لأن المعرب يشمل الأسماء ويشمل الفعل المضارع. إذا تجرد من النون، من نون الساكنة ومن نون التوكيد المباشرة، هو معرب. إذن المعرب يشمل الأسماء والأفعال. إذا أردت الاسم فقط لابد أن أقول الاسم المعرب، أو أقول المعرب من الأسماء. أما المتمكن فهو مختص بالأسماء، ولذلك هو أدق من المعرب. أقول المتمكن، كلمة المتمكن مختصة بالأسماء المعربة. على العموم الاسم المعرب والمتمكن بمعنى واحد. المبني يطلق عليه غير متمكن، غير متمكن، غير متمكن. المبني وغير المتمكن بمعنى واحد. طيب، نرجع مرة أخرى إلى المعرب، إلى الاسم المعرب، إلى الاسم المتمكن. الاسم المعرب ينقسم قسمين، أولا كامل الإعراب، ثانيا ناقص الإعراب. يعني إيه كامل الإعراب؟ يعني تظهر عليه جميع علامات الإعراب، يرفع وعلامة الرفع الضمة، وينصب وعلامة النصب الفتحة، ويجر وعلامة الجر الكسرة. جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. هذا كامل الإعراب، كامل التمكن. هذا يسمى أمكن، متمكن أمكن، ويسمى المنصرف. الأمكن والمنصرف بمعنى واحد. الثاني ناقص الإعراب، أي الذي ينقص منه حالة الجر، فهو لا يجر بالكسرة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا يسمى ممنوع من الصرف. إذن الأسماء معرب ومبني، والمعرب إما منصرب وإما ممنوع من الصرف. الاسم المنصرب منون دائما. هذا التنوين الذي يدخل على الاسم المعرب المنصرب هو الذي يطلق عليه تنوين التمكين، ويطلق عليه تنوين التمكن، وتنوين الأمكنية، وتنوين الصرف. نقول تنوين الصرف، الصرف مأخوذ من كلمة منصرف، يعني تنوين الصرف التنوين الذي يدخل في الاسم المنصرف. تنوين الأمكنية مأخوذ من متمكن أمكن، من كلمة أمكن. أما تنوين التمكين أو التمكن مأخوذ من المتمكن. قال: والتنوين أقسام أربعة. أولا تنوين التمكين، ولم يذكر تعريفه، فاكتبوا ورائي. تعريف تنوين التمكين هو ما يدخل على الاسم المعرب المنصرف، ما يدخل على الاسم المعرب المنصرف للدلالة على تمكنه في باب الاسمية، هو الذي، أو هو ما يدخل على الاسم المعرب المنصرف للدلالة على خفته وتمكنه في باب الاسمية، أي هو لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف، هو متمكن في بابه. وتنوين التمكين إما أن يكون
في المعرفة وإما أن يكون في النكرة. مثال كونه في المعرفة زيد، نحو زيد، زيد هذا علم وهو منون، هذا التنوين اسمه تنوين التمكين. رجل منون وهو نكرة، وهذا التنوين اسمه تنوين التمكين. الخلاصة كل اسم معرب منصرف منون فتنوينه تنوين التمكين. أينما وجدت اسما معربا منصرفا وهو منون فأعلم أن تنوينه تنوين التمكين. يستثنى من ذلك فقط جمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم مثل مسلمات مؤمنات معرب منصرف، ومع ذلك لا يسمى تنوينه تنوين التمكين، إنما يسمى تنوين المقابلة، تنوين المقابلة كما سيأتي. إذن تنوين التمكين مختص بالمعرب المنصرف علما أو نكرة. ثانيا تنوين التنكير، تنوين التنكير وهو ما يدخل على بعض الأسماء المبنية، ما يدخل على بعض الأسماء المبنية ليس كل، بعض الأسماء المبنية ليدل على تنكيره. فالمنون غير معروف وغير المنون معروف، وهو على نوعين سماعي وقياسي. السماعي في كل اسم آخره ويه، كل كلمة كل اسم انتهى بكلمة ويه فتنوينه اسمه تنوين التنكير، ومعناه الدلالة على أن المسمى غير معروف. هذا هو السماعي، هذا هو القياسي عفوا، كل اسم آخره ويه. أما السماعي فيكون في أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، ولذلك مثل الشيخ بمثالين، قال تنوين التنكير نحو سيبويهن، قال سيبويهن يعني رجل اسمه سيبوي غير سيبوي المعروف صاحب الكتاب، هذا قياس. نفطويهن راهويهن وهكذا. وصحن هذا اسم فعل بمعنى أسكت، وهذا موقوف على السماع، لا يجوز أن تنون كل اسم من أسماء الأفعال إلا إذا ورد ذلك عن العرب. تنوين التنكير هو ما يدخل في بعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكير الاسم على أنه نكرة يعني غير معروف، وهو على نوعين سماعي وقياسي. السماعي في أمثال كلمة سيبوي، وقياسي في أسماء الأفعال كصهن وإيهن. الثالث، النوع الثالث تنوين المقابلة، تنوين المقابلة تنوين المقابلة وتعريفه هو ما يدخل على جمع المؤنث السالم، هو ما يدخل على جمع المؤنث السالم. كل جمع مؤنث سالم منون فتنوينه يسمى تنوين المقابلة. مثل مسلمات مؤمنات قانتات، هذا التنوين اسمه تنوين المقابلة. نحو هندات، هندات هذا التنوين تنوين المقابلة. ومسلمات، مسلمات هذا التنوين أيضا تنوين المقابلة.
لماذا سمي تنوين المقابلة؟ قال فإنه في مقابلة النون في زيدين ومسلمين، يعني هذا التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم مقابل النون المفتوحة الموجودة في جمع المذكر السالم. علة التسمية، فإنه في مقابلة النون في زيدين ومسلمين في كونه علامة لتمام الاسم، يعني هذا التنوين يدل على أن الاسم قد اكتمل، لا يوجد حرف آخر، التنوين يدل على انتهاء حروف الكلمة، حروف الاسم. كما أن النون قائمة في جمع المذكر مقام التنوين الذي في الواحد مسلمون، هذه النون إوض وبدل ومقابل للتنوين الموجود في المفرد، مسلم ما هو تنوين، مسلمون هذه النون هي التنوين الموجود في المفرد ولكنه هرك في الجمع. واعترض على ذلك بجمع الممنوع من الصرف، يعني عندما أقول عمر ممنوع من الصرف، طيب عندما أجمعه عمرون هذه النون الموجودة في عمرون نقول مقابل للتنوين في مفرده، إذن المفرد عمر ليس فيه تنوين، ولو كان النون في جمع المذكر السالم مقابلا للتنوين في المفرد لم تنع وجوده في جمع الممنوع من الصرف، فيقال عمر فقط بلا نون. وأجيب عن ذلك بأن المسألة مبنية على الأصل، فالممنوع من الصرف على خلاف الأصل فلم يؤتد به في هذه الجزئية. ومنهم من قصر الطريق فقال التنوين في جمع المؤنث السالم مقابل للتنوين في مفرده، يعني ليس مقابلا لجمع المذكر السالم، وهذا أقرب. قاله الرضي، يعني هذا التعليل وهذا الشرح منقول من الإمام العلامة ونجم الأئمة رضي الدين الاسترابازي في شرحه على كافية ابن الحاجب، هذا الكلام منقول منه. النوع الرابع الذي هو الأخير تنوين العوض، ويقال تنوين التعويض، تنوين العوض وتنوين التعويض اسمان لمسمى واحد. وتعريفه هو ما يكون بدلا عن محذوف، ما يكون عوضا عن محذوف، يحذف شيء ثم يؤتى بهذا التنوين بدلا منه. والمحذوف المبدل منه والمعوض عنه بهذا التنوين إما أن يكون حرفا وإما أن يكون جملة. المحذوف الذي يكون هذا التنوين بدلا منه إما أن يكون حرفا وإما أن يكون اسما، فالحرف نحو جوار اجتمعت جوار هذا أصله جواري،
جواري ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع جمع جارية. ثم هزفت اللام، هزفت الياء من آخره فجاء بالتنوين بدلا من الياء فصار جوار. وعليه قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش أصله غواشي جمع غاشية، فهزفت الياء وجيء بالتنوين بدلا منها. هذا النوع الأول من المحذوف. النوع الثاني أن يكون المحذوف جملة بأكملها، الجملة بأكملها تحذف ويؤتى بنون ساكنة التي ينطق بها ولا تكتب، يعني يؤتى بالتنوين بدلا من الجملة بأكملها. لغة العربية، اللغة العربية لغة الإيجاز والاختصار. وهذا يتعلق بكلمة إز من الظروف التي تضاف إلى الجمل وجوبا. عندنا ظروف كلمات تدل على الزمان أو المكان على تقدير فيه، وتستوجب أن يكون بعدها جملة في محل الجر مضافة إليها، منها إذ. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، جملة قلنا للملائكة تسجدوا لآدم كلها في محل الجر مضافة إلى إذ. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة، هذه الجملة كلها في محل الجر مضافة إلى إذ. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، جملة جاء نصر الله والفتح في محل الجر مضاف إلى إذا. وكذلك لما، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته. فلما قضينا عليه الموت، لما ظرف، جملة قضينا عليه الموت في محل الجر مضاف إليها. وكذلك حيث، اجلس حيث أنت موجود أو أنت جالس. اذهب حيث أردت، اذهب حيث أردت، جملة أردت في محل الجر مضاف إلى حيث. إذن كلمة إذ تختص بجواز حذف الجملة والتعويض عنها بالتنوين، كما يقول الحق ويومئذ يفرح المؤمنون، أول سورة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. أصله ويومئذ، غلب الفرس أو غلب الروم الفرس يفرح المؤمنون. فجملة غلب الفرس أو غلب الروم الفرس هزفت وجيء بالتنوين إذن بدلا منها. وفي آية أخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أصل الكلام وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون. وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون. فهزفت هذه الجملة بلغت الحلقوم وجيء بالتنوين بدلا منها. إذن تنوين الإوض نوعان، إوض عن الحرف وإوض عن الجملة. الإوض عن الحرف يكون
في كل ممنوع من الصرف كل منقوص ممنوع من الصرف كل اسم منقوص ممنوع من الصرف فتنوينه تنوين العوض عن الحرف وهنا يقع التباس كثيرا في أذهان المبتدئين يعني الخلط والالتباس بين تنوين العوض عن الحرف وتنوين التمكين في الاسم المنقوص الاسم المنقوص في اللغة العربية إذا كان منونا فنوع تنوينه يتوقف على نوع هذا الاسم هل هو ممنوع من الصرف أو منصرف فإذا كان ممنوعا من الصرف فتنوينه تنوين العوض عن الحرف وإذا كان منصرفا فتنوينه تنوين التمكين مثلا قاض قاض هاد هذا التنوين تنوين التمكين ليس عوضا عن الحرف لماذا؟ لأنه منصرف والتنوين وتنوين العوض عن الحرف لا يكون إلا في الممنوع من الصرف لكن جوار جواش ليال وعيم تصغير أعمى يعيل تصغير يعلى هذه كلها تنوين العوض لأن هذه الكلمات ممنوعة من الصرف إذن إذا أردت ألا تخطئ في تحديد التنوين من الاسم المنقوص فابحث أولا عن نوعه فإذا كان ممنوعا من الصرف فهو تنوين العوض وإذا كان منصرفا فهو تنوين التمكين قال تنوين العوض نحو جوار ويومئذ فالأول عوض عن حرف أصلي وهو الياء وأصله جواري والثاني عوض عن جملة عوض عن جملة ثم قال وليس منه العوض عن المفرد في مثل كل وبعض هناك كلمات في اللغة العربية تستوجب الإضافة إلى مفردات منها كل وبعض كل يجب أن يضاف إلى اسم مفرد وكذلك بعض ورد عن العرب حذف المضاف إلى كل وبعض فيكون الاسم منونا بعد الحصر اختلف العلماء في نوع هذا التنوين هل هو تنوين التمكين أو هو تنوين العوض عن الاسم المفرد يعني عندما يقول الحق قل كل يعمل على شاكلته كل أصله كل إنسان أو كل واحد فهزف الإنسان فبقي كل هذا التنوين ما نوعه؟ هل هو تنوين تمكين؟ أو هو تنوين العوض عن الاسم المحذوف؟ ثلاثة أقوال عند العلماء القول الأول هو تنوين التمكين لأنه مؤرب منصرف القول الثاني هو تنوين العوض عن الاسم المحذوف القول الثالث أنه تنوين له جهتان تنوين التمكين من جهة وتنوين العوض عن الاسم من جهة أخرى ولعل القول الثالث أقرب إلى الصواب قال الشيخ وليس منه العوض عن المفرد في مثل كل وبعض فإن تنوينهما تنوين تمكين هو الصحيح عنده يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها هذا هو الصحيح هذا أيضا من أسلوب من أساليب الإشارة إلى الخلاف في المسألة هذا هو الصحيح اختيار المؤلف هو هذا القول ويعني هناك قولان آخران وكل منها له وجهة من النظر ولكن أضعف الأقوال أن يكون تنوين العوض عن الاسم والأقرب الصحيح أن يكون تنوين التمكين والأصح أن يكون تنوين أن يكون تنوينا ذا وجهين
مقابلة التمكين من جهة وإيوض من جهة أخرى. وهذا آخر درس اليوم. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من العلامة الثالثة من علامات الاسم. السلام عليكم ورحمة الله.